بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله بنواصل في محاضرات الأوتوكويد اللوكال هرمونز. في اللاست ليكشر كان اتكلمنا على تو امبورتنت أوتوكويدز، كنا اتكلمنا على السيروتونين واتكلمنا على الليبيد درايفد ميدياترز، وفي كل واحد بعدين كنا على مستوى البيوثينسيس واتكلمنا على مستوى الستورينج اللي كان موجود في السيروتونين، بحكم انه الليبيد ميدياترز ما بيحصل لها ستورينج. بعد ذلك تكلمنا عن كيف بيحصل كاتابوليزم او هيدروليسيس، and finally how they produce the response. اتكلمنا بتفاصيل كبيرة جدا عن الميدياترز اللي هو الليبيد درايفد ميدياترز اللي هم جاي من الكوسينويدز الفوسفوليبيد اوف ذا ميمبرين، وكان واحدة من الامبورتنت ميدياتر هي الايكوسينويدز. في الايكوسينويدز كمان البروستاجلاندين بتلعب دور مهم جدا، وكلهم جايين من السايكل اوكسجينيز بالاضافه للايب اوكسجين بتدي النيوكوترينز، وكان واحده من الامبورتنت ميدياترز في حاله الانفلاميشنز. قلنا الانفلاميشنز برضو الفيفر بنلقى ان البروستاجلانديز والنيوكوترينز بتلعب دور مهم جدا. يعني اليوم حنخش في وان اوف ذا بيج كلاسز اللي هي بتستخدم بكثره في الصيدليات، بتستخدم بكثره في البيوت، وبتلعب دور مهم جدا انها بتعمل انهبيشن للسنسز اوف ذا اندوجينس ليبيد ميدياتر، خاصه البروستاجلانديز، لانها هي بتوقف الكوكس انزيم. لانه نحن قلنا انه السايكل اوكسجينيز هو اللي بيدي الديفرنت باي برودكتس اوف ذا بروستاجلانديز اند ثرومبوكسينز. الليله حناخد النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، ونحن كان شفنا الستيرويد الانتي انفلاماتوري اللي هو الستيرويدز او الكورتيكوستيرويدز، دي اللي بيوقف الفيرست ستيب اوف ذا سينثيسيس لو متذكرين، اللي هو العمليه بتاعت الليبريشن اند ريليز اوف ذا فري اراشينيك اسيد بالفوسفولايبيز A2، ودي أول مرحلة من حسب منها الريت ليميتنج ستيبس. لكن النون استيرويدال انتي انفلاماتوري بيشتغل تحت، بتشتغل في الحتة بتاعت الكوكس انزيم أو السايكل اوكسجينيز انزيم. طيب نبدأ ببريف انتروداكشن. طبعا عندنا السالسيليت واحدة من البيج فاميليز، وهي من البروتوتايبس اوف ذا نون استيرويدال انتي انفلاماتوري اند اذر سيميلر نون استيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. It used to treat number of diseases، خاصة الروماتيك ديزيز. ليه؟ لأنها عندها anti inflammatory effect، بتوقف الانفلاميشن بحيث انها بتوقف كل signs and symptoms of inflammation. فالعائلة دي generally used as anti inflammatory، خاصة للديزيز زي الروماتيك ديزيز. بالإضافة للـ anti inflammatory effect بنلقى انه these class of drugs have antibiotic اللي هي بتوقف الفيفر، وكلنا عرفنا الدور بتاع البروستاجلاندين في الهايبرثيرميا والفيفر. بالإضافة عندها analgesic effect اللي هي stop the pain sensation، لأنه كلنا شفنا البروستاجلاندين والأذر ليبيد ميدياترز عندها دور مهم جدا في الاستيميليشن بتاع النوسيسيفتيف نيرف تيرمينالز، وبالتالي الزول بيحس بالألم. فمعناها كل النون استيرويدال انتي انفلاماتوري هي عندها انتي انفلاماتوري effect، عندها antibiotic effect اللي هي بتنقص الحرارة، بالإضافة إنها stop the pain sensation، عندها analgesic effect. This is the three important pharmacological effect for the non-steroidal anti-inflammatory agents. طبعا الاسبرين هو the original non-steroidal anti-inflammatory اللي هو acetyl salicylic acid، عنده number of the adverse effects. هنشوف بعد شوية adverse effect للاسبرين. لكن بعد ذلك حصل newer generations of the non-steroidal anti-inflammatory، كان لغرضين، إنه نزيد الإفكاسي ونقلل من التوكسيسيتي. فكل النون انتي انفلاماتوري ديسكفري فيها بيتم عشان يا اما نزيد من الافيكاسي او نقلل من الادفيرس افكت او التوكسيسيتي اللي بتعملها البروتوتايب اللي هم السالسيليت اند اسبرين. عشان كده بنلقى انه جنرال الفارماكولوجيكال افكتس وبتعالي اللي هو سيميلر هي انتي انفلاماتوري، عندها انالجيسك افكت، عندها انتيبايوتيك افكتس. الاختلاف بيجي عاده في الادفيرس افكتس، بيجي في التوكسيسيتي، وبيجي في الديجري اوف تولربيليتي، يعني البيشنت توليرنس بيجي الاختلاف. لكن من ناحية الفارماكوديناميك بروفايل بنلقى انه في تشابه كبير جدا، في اختلاف على مستوى التوكسيسيتي، في اختلاف على مستوى التولربيليتي اوف ذا بيشنت. ناخذ كيمستري ان فارماكوكايناتيك، اتمنى انكم تكونوا خدتوها في الميديسينال كيمستري، بالرغم انه ذيس كلاس اوف دراجز ار ديفر ان كاينتكس، دايما بيختلف من ناحيه الكاينتيك بروفايل، بيختلف، ممكن يكون في الروت اوف ادمنستريشن، ممكن يختلف في الديستريبيوشن، ممكن يختلف في الميتابوليزم، ممكن يختلف في الهالف لايف والاستخدام بتاعه. فبنلقى انه they share بالرغم انهم بيختلفوا في الحتت دي، لكن they are sharing general properties. اول حاجه من ناحيه oral administration of these drugs، اذا بيتاخد orally بتميز انه هو well absorbed، وجنرالي بنلقى انه الفود it not affect the bioavailability، بمعنى انك لو اخذت
النون انتي انفلاماتوري قبل الاكل ولا بعد الاكل بنلقى ان البايوريتي اولموست ذا سيم، فمعناها ان هي ويل ابزورب فروم ذا تيستين بالاضافه ذا فود نوت افكتنج ذا بايو افيلابيلتي. بتتميز ان هاي باوند تو بلازما البيومين، يعني حتى فقنا في مرحله الديستريبيوشن الدواء بيكون باوند تو البيومين اللي هو المين بروتين ذا كاري ذا دراجز. Generally, a non-steroid anti-inflammatory characterized in that عندها strong binding to plasma albumin. تقريبا 98% من الدواء في البلازما بيكون bind to plasma albumin. من ناحية المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الميتابوليزم، generally إنه هي metabolized by cytochrome P450 enzymes. الصفحة اللي بتعمل دائما catabolism and metabolism of these drugs هي cytochrome 3A family و cytochrome 2C family. 2C و 3A family. Generally, it passes through two phases, phase 1 and phase 2. في بعض منهم, they go directly to phase 2, اللي هو بالجلوكونيت conjugation. كنا مذكرين in phase 1 reaction, اللي هو oxidation, reduction, hydrolysis, and hydroxylation processes. كلها بتدينا one polar group. Phase 2 بتدينا multipolar groups, اللي هو خاصة الجلوكونيت conjugation. فكل الدراكس بتمر بفيس 1 وفيس 2، بالرغم انه في بعض الدراكس بتمشي دايركتلي لفيس 2 اللي هو عن طريق الجلوكونايزيشن بروسيس. بعد ما يحصل ميتابوليزم بيحصل اكسكريشن. المين واي فور اكسكريشن اوف نون ستيرويدال انفلاماتوري هي الرينال واي، اللي هو الرينال اكسكريشن، بالرغم انه في بعض الدراكس بتمشي بالبايلر اكسكريشن، وفي بعض منهم بيحصل له عمليه الانتيرو هيباتيك ريسيركيوليشن اللي هو شرحناها في الكورس الاول بتاع الديناميك والكاينتيك. من ناحية بتاعت كيمستري ومن ناحية بتاعت كيمياء فراغية اللي هو ستيريو كيمستري، most of the non-steroidal inflammatory زي الابيبروفين زي الكيتوبروفين موجودة في شكل راسيم ميشيس، معناها بتحول الاثنين، بتحول R isomer وال S isomer. one of them زي النابروكسين، النابروكسين بنلقاه موجود في سينجل انانشومر، الاكتف فورم هو one of these انانشومر، بالرغم انه في بعض منهم من ناحية الكيمستري ما عنده اي كايرال سنتر، وبالتالي ما فيه انه فيه R isomer والاس ايزومر، ما فيه الكيمياء الفراغيه الموجوده في الادويه الثانيه زي الديكلوفيناك. فمن ناحيه الستيريو كيمستري بنلقى انه معظم النون ستيرويد انتي انفلاماتوري موجود في الكلاسيك ميكشر زي البروفين، في بعض منهم اولي موجود في شكل اكتف سنجل انانشومر زي النابروكسين، في بعض منهم ما عندهم الكيمياء الفراغيه بحكم انه ما في كايرال سنتر زي الديكلوفيناك. وده بوضح لنا الديفرنسز، ونحن قلنا جنرالي من ناحيه بتاعه فارماكو دايناميك بروفايل هم بيشابهوا في اختلاف فقط في الادفيرس افكت، في اختلاف فقط في التولربيليتي فروم ذا بيشنت، لكن الاختلاف دائما في الجي في الكاينتيك بروفايل زي ما قلت هم دي شير الويل ابزوربشن، دي شير الهاي باوند تو بلازما البيومين والميتابوليز في الليفر والمين اكسكريشن باي كيدني. فمثلا بنلقى انه الادويه دي بتتميز انه عندها هالف لايف متغيره، يعني الهالف لايف بتاع الاسبرين بسيط جدا اللي هو ممكن يكون ربع ساعه، وده بيتخسر بيخلينا نستخدم الاسبرين mainly now as antiplatelet. احنا نشوف الميكانيزم بيشتغل بيها. السلسلة ممكن تكون اطول، لكن في بعض الادويه بتتميز انها طويله جدا زي الميلوكسيكام تقريبا 20 ساعه، وعندنا النابروكسين 24 ساعه والنابيوتيمون 26 ساعه، لكن جنرالي بنلقى انه الهالف لايف اتفاريد. بعد ذاك الاستخدام بيختلف على حسب الهالف لايف، بيختلف على حسب الانديكيشن. طيب دي من ناحيه بتاعت كيمستري، اتمنى انكم تخطوها في الميديسينال كيمستري. بنلقى انه من ناحيه بتاعت كيمستري بتتميز على حسب الشكل بتاعها. فور اكزامبل عندنا البروفين هو بيتميز انه هو تبع البروبيونيك اسيد ديريفيتيف، عندنا فور اكزامبل الفينايل انونيك اسيد ديريفيتيف زي الفلو بروفيرفين، عندنا الفينايل اسيديك اسيد ديريفيتيف زي الديكلوفيناك اللي هو كانه ذا كومون دراجز موجوده، عندنا الاوكسيكام فاميلي زي البايروكسيكام، اما عندنا الفينيميت فاميلي زي الميفلاميك اسيدز، وعندنا الاندول ديريفيتيف زي الاندوميسازين. فدي كلها من ناحيه بتاعه كيمستري بيختلفوا، لكن دي شير ذا سيم فارماكولوجيكال فارماكو دايناميك افكت، باختلاف ان هم بيختلفوا الفارماكوكاتكس. ما عندكم شغله بالكيميكال ستراكشر ممكن تاخدوها في الميديسينال كيمستري. نبدا واحده واحده، نبدا بالفارماكو دايناميكس. طبعا these drugs they produce the effects chiefly by inhibiting the synthesis of the prostaglandins. ان هي بتعمل inhibition للبروستاجلاندين biosynthesis. طبعا كيف ان هي بتوقف حاجه اسمها cyclooxygenase. اتفقنا انه cyclooxygenase هو المين انزيم that cause العمليه بتاعه الفورميشن اوف ذا بروستاجلاندين اند ثرومبوكسينز. طبعا most of them they are reversible inhibitor. they block this enzyme reversibly. بمعنى انه بيربط بعدك بفكر. exception واحد هو الاسبرين. الاسبرين they bound to this enzyme and cause acetylation. it cause acetylation of the enzyme
that mean ان هي بتعمل irreversible inhibition للسايكلوكسيجين انزيم. فمعناها بنلقى انه الاسبرين irreversibly inhibit the cyclooxygen enzyme بالذات وين؟ بالذات في البليتلتس، لانها بتعمل acetylation، وده السبب الرئيسي اللي بيخلي انه الاسبرين specifically used as antiplatelet من كل العائله بتاعت النون استرويد انفلاماتوري. ليه؟ لان الاسبرين بيعمل irreversible blocking for the cyclooxygen في البليتلت، لانه بيعمل له acetylation وبكده بيمنع البليتلت aggregation، لانه ما بيحصل formation للثرومبوكسين that cause platelet aggregation. طبعا بيختلفوا برضو غير انه هم الريفيرسبل والريفيرسبل، بالرغم انه كلهم ريفيرسبل ما عدا الاسبرين، بيختلف من ناحيه السلكتيفيتي، لان كلنا عارفين ان عندنا السايكلوكسيجينيز بيقسم الى سايكلوكسيجينيز 1 وسايكلوكسيجينيز 2. سايكلوكسيجينيز 1 قلنا هو مهم جدا في الهاوس كيبنج فانكشن، في الهاوس كيبنج فانكشن اللي هو زي العمليه بتاعت الرينال بيرفيوجن، زي العمليه بتاعت السايت برودكشن اوف اللي هو ميوكوز برودكشن المسؤول من السايت برودكشن في الاستمك. كوكس 2 هو بيلعب دور مهم جدا وهو انديوسابل في حاله الانفلاميشن. فبنلقى انه من ناحيه اختلاف السلكتيفيتي هو برضو بيختلفوا. جنرالي بنلقى انه most of them are non selective، they can block both cox 1 and cox 2، وده السبب الرئيسي اللي بيخلي استخدام النون استرويد انتي انفلاماتوري لفتره طويله ممكن يؤدي الى formation of ulcers، لانه بيقلل من السنسز بتاع البروستاجلاندين اللي بتلعب دور مهم جدا في الميوكوزال برودكشن، بالرغم انه بنلقى في بعض منهم selective cox 2 اللي هم بيكونوا more safe when you compare with the non selective. وجنرالي سيلكتيف كوكس 2 انهبيتر بيتميزوا ان هم عندهم less adverse effect في جي اي تي، وما عندهم effect على مستوى البليتلت، ما عندهم effect على مستوى البليتلت. طيب الاولدر ايجنت زي الاسبرين زي البروفين زي الاندوميسازين، طبعا هم جنرالي كان بلوك both of them، بلوك كوكس 1 and كوكس. بالميكانيزم اوف اكشن اتفقنا انه الفوسفوليبيد اوف ذا ميمبرين بتعمل لايبريشن اوف ذا فري اراشيدونيك اسيد، قلنا يا اما بالفوسفولايباز اي 2 يا اما بالفوسفولايباز سي فلو بدا اسجل سترول. هنا بنلقى انه ده اللي بيستخدم بها الاستيرويد الايجنت زي الكورتيكوستيرويد، دي بلوك ذيس ستيب اللي هي تعتبر ليت ليميتنج ستيبس. بعد ده قلنا الاراشيدونيك اسيد يا اما يمشي بالسايكلوكسيجينيز اللي هو بيديري للبروستينويدز كلها خاصه البروستاجلاندين والثرومبوكسينز، او اديني بالليوكوتراينز ثرو لايبوكسجينيز فاميلي. نحن هنا بنلعب لان النون ستودنت انفلاماتوري بتعمل بلوكينج للكوكس انزيم، وبالتالي بتمنع السنسز ام بايثيسس فور بروستاجلاندين، كده بتمنع الانفلاميشن فور ثرومبوكسين، كده بتمنع البليت اجريجيشن. وقلنا دي خاصيه الاسبرين لانه بيعمل ايريفيرسبل انهيبيشن فور ذا سايكلوكسيجين في البليت. هل في اضر ميكانيزم بتشتغل بيها النون ستودنت انفلاماتوري في ريدكشن بتاع الانفلاميشن؟ نعم، بنلقى انه لقوا انه النون استيرويد انتي انفلاماتوري بالريسيرشز زي اورس ديكريز ذا سنسيتيفيتي اوف ذا بلود فازلز تو برادكاينين اند هيستامين. البرادكاينين والهيستامين هما برضو انذر انفلاماتوري ميدييترز بيلعبوا دور مهم جدا زي ما شفنا في الهيستامين، برادكاين بيعملها بيعمل فازو دايليشن بيزيد من الكابيلاري بيرميابيليتي، وبالتالي يؤدي للفورميشن بتاع الاديما. برضو بيعملوا استيميشن للبين سنسيشن في النيوسيتيف نير ترمس. نفس الفكره موجوده في البرادكاينين. لقوا انه النون استيرويد انتي انفلاماتوري هي بتقلل السنسيتيفيتي اوف ذا بلود فازل تو ذيس انفلاماتوري ميدييتر، البرادكاين الهيستامين، وكده بيقللوا من الاندكشن اوف انفلاميشن باي ذيس ميدييترز. بالاضافه they also affect the lymphokine production from T lymphocytes، واللينفوكاين بتلعب دور مهم جدا برضه في عمليه الكيموتاكسيس. يعني هو غير انه بيقلل السنسيتيفيتي اوف ذا بلود فازلز للبرادكاين والهيستامين، لقوا انه برضه النون استيرويد انتي انفلاماتوري بتقلل من البرودكشن بتاع الليمفوكاينز فروم تي سيلز، وبالتالي بيقلل من الانفلاميشن والفازوديشن الموجود في الانفلاميشن. انذر ميكانيزم هي مخصصه للاسبرين، لقوا انه الاسبرين بيزيد من السنسيف اوف ذا لايبوكسينز، واللايبوكسين هي ستوب انفلاماتوري سيجنالز، وده برضه بيعمل كونتريبيوشن للانتي انفلاماتوري افكتس. يعني الاسبرين سبيسيفيكلي غير انه بيوقف الكوكس انزيم، وغير انه بيقلل السنسيتيفيتي، وغير انه بيقلل من الليمفوكاين برودكشن، لقوا الاسبرين سبيسيفيكلي بيزيد من حيث اللايبوكسينز، واللايبوكسين ديل هما اندوجينس انتي انفلاماتوري سيجنالز، يعني ديل هما بيعمل برضه انتي انفلاماتوري افكت اندوجينسلي. بعض النون استيرويد انتي انفلاماتوري عندنا السولين داك، السولين داك سبيسيفيكلي بيعمل اكسجين راديكال سكافينجيك انفكت، وبالتالي بيقلل من التيشو دامج. يعني سبيسيفيكلي السولين داك بنلقى انه عنده سكافينجر افكت، وبيقلل من الرياكتيف اوكسجين سبيشيز برودكشن، وكده بيقلل من التيشو دامج.
الاسبرين برضو عنده ميزه غير انه بيوقف او بيزيد البرودكشن بتاع اللايبوكسينز، لقوا انه الاسبرين بيقلل من الاكسبريشن بتاع الترانسكريبشن فاكتور اسمه نيوكليير فاكتور كابا بي ان اف كابا بي، وده مهم جدا انه بيلعب از ترانسكريبشن فاكتور في السنسز اوف نمبر اوف انفلاماتوري ميدييترز. يعني الاسبرين غير انه بيزيد من اللايبوكسين برودكشن، لقوا انه بيقلل من الاكسبريشن بتاع النيوكليير فاكتور كابا بي، وده واحده من الامبورتنت ترانسكريبشن فاكتور اللي هو بيلعب دور مهم جدا في الانفلاميشن. فديس انذر ميكانيزم، معناها المين ميكانيزم بتشتغل بها كل النون انفلاماتوري انها بتوقف الكوكس انزيم سواء سيلكتيفلي ولا نون سيلكتيفلي. في اذر ميكانيزم، في واحده منها ان هم بيقللوا السنسيتيفيتي اوف ذا بلود فازلز تو اذر انفلاماتوري ميدييتر خاصه البرادكاينين والهيستامين، لقوا انه برضه بيقللوا من الليمفوكاين برودكشن فروم تي سيلز، وده برضه بيتعبدوا فيه جدا في الانفلاميشن. لقوا انه these class also of drugs عندها effect مهم جدا انها ممكن تزيد لنا اللايبوكسين production اللي هو عنده anti inflammatory signal، ودي بيقولنا بيعمل الاسبرين. الاسبرين برضو specifically بيعمل effect انه هو بيقلل من nuclear factor كابا بي، وبالتالي لما يقلل من effect بتاع nuclear factor كابا بي بالتالي بيقلل من البرودكشن بتاع كل الانفلاماتوري ميدياتر. اضف على ذلك السيرونداك specifically هو بيعمل reduction لانه بيعمل scavenger mechanism، وبالتالي بيقلل من reactive oxygen special reactive oxygen special production. طيب هل في كلينيكال انديكيشن للنون اسيدر انفلاماتوري بنستخدمها لشنو؟ طبعا نتيجه للفارماكولوجيكال افكتس بتاعها هي انالجيسيك، هي انتي انفلاماتوري، هي انتي بايريتيك افكت. ذيس كلاس اوف دراجز عندهم اكتيفيتي اجينست كوكس 2 انهيبيشن انزايم. ذيس كلاس اوف دراجز عندهم انهيبيشن للسيلكتيف كوكس 2 انهيبيشن، وعندهم نون سالسيليت برضو افكت. طيب بنلقى انه بالاضافه انه بيعملوا انهيبيشن للبليت اجريجيشن لانه بيمنع تصنيع البليتلتس، بيمنع التصنيع بتاع الثرومبوكسين في البليتلت، وبالتالي عندهم انتي بليتلت افكت. وطبعا اكثر واحد بيستخدم كلينيكالي فور ذيس بيربس هو الاسبرين لانه بيعمل ريفيرسبل انهيبيشن. النون ستيرويدال انفلاماتوري بتعمل برضه ريدكشن للانسيدنس بتاعه الكولون كانسر، عشان كده وين ات يوز كرونيكلي في دي ريبورت بتوضح this also effect. بنستخدمها generally في different range of rheumatic diseases زي rheumatoid arthritis، زي osteoarthritis، زي localized mucoskeletal syndrome، وبالإضافة للgout في كل rheumatic diseases زي gout و rheumatoid arthritis و osteoarthritis، وبرضو في mucoskeletal syndromes بنلقى إن these drugs are used. They are also useful as postoperatively for postoperative pain, for dental procedure pain, for minister cycle pain، برضو في الهيديك في الميجرين. طبعا ده كله افكت از انالجيسيكس برضو مثلا في الهيديك وفي الميجرين. فبنلقى ديس كلاس دي لما تيجي كروشته بتاعت نون اسيدنت فلاندر بتوقع ان جنرالي مينلي ات يوز فور ذيس بيبرز از انالجيسيك از انتيبايتيك ار انتيفلاماتوري، او بتعمل انهبيشن للبريتيكال زي بتاعت الاسبرين. استخدام الكرونيكلي بيقلل من الانسيدنس بتاعت الكولون كانسر في الروماتيك ديزيز كلها بانواع زي الجاوت زي الاوستيوارثرايتس زي روماتويد ارثرايتس، وفي كل البين سواء كان دنتال بين بوس اوبراتيفلي بين هيديك منستر البين في الميجرين كلها ممكن تستخدم. هل في ادفيرس افكت نون سنتر فانتري؟ نعم طبعا، دي قلنا قبالك انه هي بتكفي نون سيلكتيف لكوكس 1، وكوكس 1 عنده دور جدا في الميوكوزا بروتكشن، وبالتالي الاستخدام بتاع النون ستويدا انتي فلامتري بيعمل جاستريك اريتنت اللي هو ممكن يؤدي للجاسترو انتستاينال السرز. تمام، خاصه انه نتيجة لتقليل الميوكوس بروتكشن، وبالتالي كده ممكن الميوكوس يعني ممكن الاستمك لير ممكن تتعرض لل HCLs ويحصل العملية بتاعت الالسرز. ناخد في بالنا انه النيور جينيريشنز يعني خاصة كده ما نمشي قدام زي ما قلنا نحن نقلل من الادفيرس افكت، اكتر ادفيرس افكت نحن نحاول نقللها هي الجاسترو انتستاينال اريتيشن. النون استيرويد انتي انفلاماتري الاستخدام الطويل بتاعه خاصة اذا كان كرونيكلي فور لارج دوزز عنده نيفروتوكسيك افكت، لانه احنا قلنا انه عندنا البروستاجلاندين اي 2 والبروستاجلاندين اي 2 اللي هو البروستاسايكلين، ذكرنا الاسبوع الفات انه ذيس ايجنتس دي ار امبورتد تو مينتين ذا رينال بيرفيوجن، بتحافظ على وصول الدم بكميات كبيره للكدني. فلو استخدمت الحبوب دي كرونيكلي فور لونج بيريد اوف تايم بتقلل من البرودكشن بتاع البروستاسايكلين والبروستاجلاندين اي 2، وكده بتقلل من رينال بيرفيوجن اند كوز نيفرو توكسيسيتي. الكوكسيب، الكوكسيب هي عائله دي اكت سيلكتيفلي ات كوكس 2 انهيبيترز، وقل عندك لس جاي ريتيشن، لكن لقوا انه الكوكسيب كفاميلي خاصه السيرو كوكسيب عندهم ريسك اوف كارديوفاسكولار ثرومباتيك ايفنتس خاصه الريفوكسيب والفالدوكسيبس.
ديل سحبوا من الماركت نتيجه للافكت اللي هو عملوه، كان بيعملوا مايوكارد انفراكشن نتيجه للافكت اوف هاردشون. السيلكوكسيب ناو مستخدم الروفيكوكسيب والفالدوكسيب سحبوا من التوتال من الماركت لانهم زادوا من انسيدنس بتاعت المايوكارد انفراكشن. السيلكوكسيب عملوه بلاك بوكسز and warning concerning the cardiovascular risk. هو موجود في الماركت لكن بلاك بوكس. لما يقول كلمة بلاك بوكس حتى بنلقاها على مستوى الليبل في الكرتون بتاع الدواء انه these drugs is contraindicated في حالة الكارديوفاسكولار ريسك. برضو ممكن تعمل سنتر النيرفس سيستم افكتس خاصة اذا كان كرونيك فور لايف دوز، ممكن تعمل هيديك، ممكن تعمل تيناتس، ممكن تعمل ديزينس في حالة الكارديوفاسكولار سيستم. ليجوا بعض النون ستيرويد انتي انفلاماتوري ممكن تعمل لنا فلويد ريتينشن، ممكن تعمل هايبرتنشن، ممكن تعمل اديما. في جي اي تراكس زي ما قلنا ممكن تعمل ابدومينال بين، نويزيا، فوميتنج، الريدي كوز السر اند بليدنج بزاف في الاوفر دوز. في البلوت ممكن تعمل شنو هيماتولوجيكالي رير يعني فيري رير كوز ثرومبوسايتوبينيا، ممكن تعمل نيوتروبينيا اند ايفن كان كوز ابلاستيك انيميا لكن ان فيري فيو نمبر اوف بوبوليشن. هيباتيك ممكن تعمل لنا اب نورمال ليفر انزيمز وممكن تعمل لنا اب نورمال ليفر فانكشنز. في الأزمة إذا كان pulmonary بتعمل أزمة لأنه زي ما أنت وقفت البالانس بتاع الكوكس زدت اللايبوكسيجينيز، واللايبوكسيجينيز بيزيد من الليوكترينز اللي هي واحدة من المين انديتر في حالة الأزمة، وبالتالي ممكن تعمل لنا أزمة. الراشز في بعض البيشن تعمل سكير راش وممكن تعمل لنا بيريورايتس. الرينال زي ما قلت الاستخدام الطويل ممكن يعمل رينال انسفيشنسي، ممكن يعمل رينال فيليا، ممكن يعمل بروتينوريا ان هايبر كاليميا. كده تكلمنا عن الجنرال انتروداكشن عن النون ستيرويد انفلاماتوري، بدينا تكلمنا عن المستوى بتاعه الكيمستري والاستيريوكيمستري، تكلمنا عن الفارماكوكاينتيك بروفايل الويل ابزوربشن والويل ديستريبيوشن والميتابوليزم بالليفر والمين اكسكريشن ثرو كيدني بالرغم انه بعض منهم اكسيدد باي بيلري تراكت. اتكلمنا بعد ذاك على مستوى الميكانيزم اوف اكشن ادمين ميكانيزم، تكلمنا عن مستوى الكلينيكال انديكيشن، وتكلمنا جنرال على الادفيرس افكتس بتاعه النون ستيرويد انفلاماتوري. ناخذ الكلاسيفيكيشن اوف نون ستيرويد انفلاماتوري هاو وي كلاسيفاي. اول كلاس هو الاسبرين. الاسبرين هو اول كلاس وهو البروتوتايب، احنا قلنا اوريجينالي ذا اوريجينال ايجنتس اوف ذا نون ستيرويد انفلاماتوري هو الاسبرين. السكند كلاس هو نون سالسيليت اسبرين، نون سال نون اسيتيليت سالسيليت، لانه الاسبرين هو اسيتيل سالسيليك اسيد فهو اسيتيليتد سالسيليت. اما السكند كلاس هو النون اسيتيليتد سالسيليت، مثال لها المغنيسيوم مغنيسيوم كولين سالسيليت، وعندنا الصوديوم سالسيليت، وعندنا السالسيلايل سالسيليت. بعد ذلك عندنا سيلكتيف كوكس 2 انهيبيتر، طبعا دي العائله بتاعت الكوكسي فاميلي، قلنا الروفيكوكسيب والبالدوكسيب سعوا من الماركت. عندنا السيلكوكسيب وعندنا الميلوكسيكام برضه بيشتغل مينلي سيلكتيف كوكس 2 انهيبيتر. اند ذا لاست كلاس هو النون سيلكتيف كوكس انهيبيتر، النون سيلكتيف كوكس انهيبيتر، ودي عائلة كبيرة جدا فيها most of the drugs الموجودة في الماركت. عندنا الديكلوفيناك، عندنا البروفين، عندنا البايوكسيكام، عندنا كل these class of drugs كلها موجودة as non-selective. تمام. طيب هنمر selective لبعض examples. نبدأ بالأسبرين هو قلنا الأول عائلة هو الأسيتيل ساليسيليك أسيد، هو باعتبار الأسيتيلاتيد ساليسيليت. ده الستركشر الكيميائي بتاعه هو أسيتيل ساليسيليك أسيد. Considered as one of the most consumed drugs worldwide, aspirin now, by the discovery of newer agents, rarely used as anti-inflammatory medications. It mainly used as antiplatelet. It mainly used as antiplatelet with the lower doses. من ناحية الكينيتيك بروفايل هو rapidly absorbed from small intestine. ال peak plasma level بتاعه بيصل بعد ساعة لساعتين بيصل الماكسيمم. ما بربط لينيري مع الالبيومين، وطبعا هو اسيديك معناها if you alkalinize the urine by sodium bicarbonate كده بيزيد من الاكسكريشن بتاع الاسبرين لانه هو weak acidic. من ناحيه بتاعت effects هو طبعا كوكس انهيبيتر، لكن في البلايت بيعمل irreversible blocking للكوكس by acetylating the cox enzyme، وده بيؤدي ان يكون الانتي بلايت effect بتاعه بياخد 7 الى 10 يوم، لانه if you want you need to synthesize new platelets. عشان كده الإفكت بتاعه بيستمر 7 إلى 10 يوم. عشان كده in order تشوف بنلقى إنه الكوكس بيحصل replacement له، لكن بنلقى duration بتاعته as antiplatelet 6 إلى 12 ساعة، لكن as antiplatelet بياخد 7 إلى 10 يوم، لأنه زي ما قلت هو selectively بيعمل irreversible inhibition للplatelet cox enzyme. clinically بنستخدمه for decreasing the incidence of transient ischemic attack and unstable angina
اسمه الانتي بلاد ديفكت في الكورونري ارتري ديزيز، الكورونري ارتري ثرومبوزيس، في الام اي، في الثرومبوز افتر كورونري ارتري باي باس كرافتنج. A long term of the aspirin use, it reduced the incidence of colon cancer. وده بيلعب دور مهم جدا by COX inhibition. وده استخداماته mainly now used for these two purposes. طيب adverse drug reaction، طبعا خد في بالنا انه في الام اي ممكن تستخدم في الاكيوت اتاك، بنستخدم لارج دوز عشان نمنع الايفكت على الميوكويد. الادفيرس افكت اوف ذا اسبرين، هي عنده انثرومبوتيك دوز نادر ما تعمل افكت، لكن بنلقى انه ممكن تعمل جاستريك ابسيتس، ممكن تعمل السرز في الجاستريك اند ايتينال اريا. Some of them can cause hepatotoxicity، ممكن أزمة في الراشز، في جي اي بليدنج، and rarely can cause renal toxicity، بالذات لو استخدمنا جرعة عالية. واحدة من الادفيرس دراج ريأكشنز اللي ممكن تحصل للأسبرين هي السالسيلزم، والسالسيلزم كاركترايزد باي تينيتس، فيرتيجو للفطراس، ديكريز هيرينج، and sometimes cause nausea and vomiting، ودي دائما بتحصل في الكرونيك اوفر دوزج اوف ذا سالسيلزم. في الأطفال بتعمل حاجة اسمها ريس سيندرومز، ودي بتمنع بتخلينا بتبقى موجوده في 20 اللي في، يعني هو هايلي مورتال. لما تحصل الريس سيندرومز المورتاليتي بتاعتها عاليه 20 ل 40%، وده واحد من الاسباب اللي بتخلي الاسبرين كونترا انديكيتد للاطفال، لانه ممكن يحصل الريس سيندروم وهي ليد تو هيباتيك انكيفالوباتي اند ديث، ودي بتحصل في ريري في بعض الاطفال، عشان كده كونترا انديكيت نستخدم الاسبرين في الاطفال. ناخذ مثال ثاني اللي هو نون اسيتاليت سالسيليت، ودي عائله ثانيه. بنلقى اهم واحد فيها هو المغنيسيوم كولين سالسيليت، عندنا الصوديوم سالسيليت والسالسيلايل سالسيليت. This class of drugs عندها effective anti-inflammatory effect، لكن effect as analgesic هو less، وما بتعمل inhibition للبلات aggregation. يعني هي عندها potent anti-inflammatory effect، لكن عندها weak analgesic effect، وما عندها totally anti-platelet effect الموجود في الأسبرين. This agent also they cause COX inhibition which is undesirable، وبالتالي زي لنا البرودكشن بتاع الليوكوترانين، عشان كده البيشن بالازمه ما بنستخدمه. ممكن في حاله بليدنجز، وبرضه في حاله الرينال ديسفانكشنز، وبالتالي ممكن تستخدم ديس كلاس في الحاله دي. يعني ديس كلاس اوف ايجنتس بنفضل لما نكون بدا انك في الكوكس جنرالي، زي في حاله الازمه، في حاله البليدنج، وفي حاله الدينسيز، وفي حاله الرينال ديسفانكشنز، ديس كلاس اوف دراجز ار سوتابل. ناخذ الكوكسيب فاميلي اللي هو كوكس 2 سيلكتيف كوكس 2 انهبيترز. They bind selectively and inhibit COX-2 enzymes more effectively than COX-1 enzyme. عندها ثلاثة effect، عندها analgesic effect، عندها antibiotic effect، عندها anti-inflammatory effect. عندها ميزة كبيرة جدا إنها ما عندها less producing the GI adverse effect خاصة الألسرز، لكن ما عندها effect totally at في platelet aggregations. أكثر حاجة بنخاف منها إنها عندها cardiovascular effect. Unfortunately بنلقى إنه الكوكس 2 inhibitions can cause renal toxicity مقارنة بالأذر agents، لكن أكتر حاجة بنخاف منها إن هي بتعمل cardiovascular thrombotic events خاصة الـ MI، خاصة ده أدى لسبب إنه بعض الأدوية تسحب من السوق زي الفالدوكسيب والروفيكوكسيب، وزي ما قلت السيلكوكسيب now black marketed، وبتلقاه في الليبل بتاع السيلكوكسيب إنه contraindicated في أي بيشرة عنده cardiovascular risk. الأفيلابل now هو السيلكوكسيب والباركوكسيب والميلوكسيكام. نمر على الموست كومونلي بروسكرايبد دراجز از او تي سي، هي نون سيلكتيف كوكس انهبيتر. عندنا الديكلوفيناك، الديكلوفيناك بيعمل جي اي السيشن لكن لس فريكوينتلي ذان اذر نون استودنت انفلاماتوري. ات ريدوس ذا افكت اوف جي اي اف، ات مي اونلي كومبايند وذ ذا اذر ايجنتس. يعني ممكن احنا حتى الجي اي ادفيرس افكت اللي هي لس ذان اذر نون استودنت انفلاماتوري ممكن نقللها انه نستخدم او امبرازول او نستخدم ميزوبروستول عشان نمنع الافكت ده. بنلقى انه السيتابل دوز فور ديكلوفيناك هي 150 ملغ بير دي، لو استخدمت ده عدد الماكسيمم دوز، بتلقى ممكن تعمل امبير رينال بلوت فلو اند جي اف ار، وممكن تعمل ايفيشن لليفر انزايم خاصه الامينو ترانسفيرز. دي كانت الجرعه العاليه. الديكلوفيناك موجود في شكل اوبتالميك بريبريشن في شكل اي دروبس اللي هو 0.1%، وبريكومندد فور بوست اوبراتيفلي اوبتالميك انفلاميشن الانترا اوكيلر لينس امبلانتيشن اند سيرجري. بيستخدموا ناس الاوبثا كثير جدا، ناس العيون في بوست اوبراتيف اوبتالميك انفلاميشن اند الاقل بتقلل من الانفلاميشن اند بين افتر امبلانتيشن اند سيرجري. توبيكالي برضه ممكن نستخدم الديكلوفيناك في تركيز بتاع 3%، بنلقاه بيستخدم في السولار كيروتوسيس
وبرضه موجود في شكل ريكتال سوبوسيتوريز، بنلقى انه الديكلوفيناك بتعمل افكت في الانالجيزيا وبتستخدم برضه في البوست اوبراتيف نويز. يعني بنلقى برضه الديكلوفيناك بره خاصه بره السودان موجود في شكل اورال ماوث ووش، برضه في شكل انتراموسكولار انجكشن. الايبوبروفين هو موجود اورالي، عنده بوت انالجيزيك افكت less than anti-inflammatory efficiency. If you compare with diclofenac, واحدة من الحاجات اللي بيعملها هو بيعمل closing للpatent ductus arteriosus. حتى يكون patent ductus arteriosus واحدة من الفتحات الرب الخالقة في الفيتس قبل الولادة في الأول، لما يكون هو جنين في بطن الرحم، لكن بعد الولادة طوال يقولون بتكفي لأنه يكون دور انتهى. فا if you use profine بتقلل من تصنيع البروستاتا جلاندين، كده بتعجل أو بيسرع من عملية الكلوزينج وبيتن دكتور أرتيوز في preterm infant، عندها نفس الإفكت في الكلوزينج بتاع البيتن دكتور أرتيوز same as indomethacin. الأورال والإنترافينس روت مستخدمة في حالة this indication، ممكن دي إنترافينس يمكن دي أورالي. برضو البروفين موجود topically في شكل cream preparations، بنستخدمه في number of conditions and absorbed well from the facial and muscles، وبنستخدم في primary knee osteoarthritis. برضو موجود في شكل liquid gel preparations، وبيلعب دور مهم جدا to promote the relief and good overall efficacy في post surgical dental pain. الكيتوبروفين هو inhibit برضو cox non selectively، بالاضافه انه بيعمل inhibition lipoxygenase، معناها هو بيقلل من البرودكشن بتاع البروستاجلاندينز، بيقلل من البرودكشن بتاع الليوكوترينز. It's superior than other non-selective في efficacy، وممكن يصنف في الأزماتيك بيشن، ودي حاجة بتميز الكيتوبروفين إنه بيعمل بلوكينج برضو للليبوكسيجينيز. نخد في بالنا إنه الكيتوبروفين mainly secreted by active tubular secretion، وبالتالي propensity بتزيد من الليفل بتاعه بتعمل prolongation للduration of action. النابروكسين هو الوحيد من العائلة بتاعت non-selective الموجود في single enantiomer، بنستخدمه في number of rheumatological indications، وموجود في شكل slow release formulation، في شكل oral suspension، في شكل topical ophthalmic solutions. النابروكسينز عنده GI tract ulcer effect لكن lower if you compare with other agents. البايوكسيكام هو برضو non selective cox inhibitors، بالإضافة إنه بيمنع inhibit the polymorph nuclear leukocyte migration اللي هو neutrophils والeosinophils والbasophils. يقول البايوكسيكام برضو بيقلل من الأكسجين الراديكال برودكشن، بالإضافة إنه بيقلل من الليوكوسايت فانكشن. يعني البايروكسيكام بالإضافة للإفكت بتاعه في الكاكس إنزيم عنده أدر إفكت إنه بيقلل من الميجريشنز بتاع البوليمورف نيوكليير سيلز اللي هو الليوكوسايت، وبيقلل من البرودكشن بتاع الأكسجين الأكتف أكسجين راديكالز، بالإضافة بيقلل من الليوكوسايت فانكشنز. عنده لونج هالف لايف، بيستخدم وانس ديلي دوزينج. دي ميزة للبايروكسيكام، بيستخدم مرة واحدة في اليوم، مفيش تعيده لأن عنده لونج هالف لايف. البايروكسيكام بيستخدم ميلي في الروماتيك انديكيشن نتيجة للونج هالف لايف. ناخد في بالنا انه البايروكسيكام لو استخدم في جرعة عالية زي 20 ميلي جرام بير دي ممكن يزيد من الالسرز، من الانسيدنس بتاعت البابتيك ألسر ان البليدينج، خاصة انه لقوا انه البايروكسيكام الريسك بتاع الألسر فيه عالي جدا. يعني لما تقارن النابروكسين عنده ليس جي اي ألسر افكت، لكن البايروكسيكام عنده هاي 9.5 times higher than other agents. الاندوميثازين واحدة من الفيري بوتنت نون اسونت انفلاماتوري، هو برضه نون سيلكتيف كوكس انهيبيتر، بالاضافه لجو انه بيعمل انهيبيشن للفوسفولايبيز A2 وفوسفولايبيز C، وبيقلل برضه من الميجريشن اوف ذا نيوتروفيلز اللي هو البوليمورف نيوكليير سيلز، وبيقلل من التي سيلز اند بي سيلز بروليفريشن. يعني الاندوميثازين غير انه بيعمل انهيبيشن للكوكس انزيم، يقول انه بيعمل انهيبيشن للفوسفولايبيز A و C، وبالاضافه انه بيقلل من الميجريشنز اوف ذا ليوكوسايتس، وبيقلل برضو من البروليفريشن بتاع الليمفوسايت البي سيلز والتي سيلز. الاندوميثازين نتيجة للهاي بوتنسي بتاعته بنستخدم في when you need the potent analgesic effects زي في حالة الجاوت، في حالة الانجلويز اسبونتولايتيس، بالإضافة إنه هو بيعمل acceleration للكلوزينج بتاع البيتن دكسد أرتريوزيس، وقلنا ممكن نستخدم البروفين انترافينسي في these indications. الاندوميثازين برضو موجود في شكل ophthalmic preparations، بيقلل من conjunctival inflammations، وبرضو بيقلل من pain sensation. الاندوميثازين برضو بيقلل من gingival inflammations، وبالتالي ممكن نستخدمه في شكل oral wash or rinse في حالة oral inflammation. مشكلة الرئيسية مع الاندوميثازين انه highly potent لكن عنده adverse effect اكتر من التانيين. فبيقوله انه بيعمل pancreatitis في بعض البيشن، بيعمل inflammation of the pancreas في بعض البيشن، ممكن يعمل headaches، ممكن يعمل dizziness، ممكن يعمل confusion depression،
وممكن يعمل سايكوزيس عن هاليوسينيشنز، يعني الانديوميتسيسين بوتنت لكن عنده هاي توكسيسيتي. بالاضافه انه الانديوميتسيسين ممكن يعمل سيريس هيماتولوجيكال رياكشنز، ممكن يعمل ثرومبوسايتوبينيا وممكن يعمل اي بلاستيك يعني في بعض البيشن. البروبينسيتس برضو زي ما شفنا في الكيتوبروفين بيزيد من الديوريشن اوف اكشن اوف ذا بايوكسيكام اوف ذا كيتوبروفين، لانه برضو في الانديوميتسيسين ممكن يزيد برضو من الديوريشن اوف اكشن لانه بيحصل له سيكريشن باي اكتيف تيوبولر سيكريشن. اللاست وان هو الباراسيتامول، الباراسيتامول على الاسيتامينوفين، واللي هو one of the most commonly used non-narcotic analgesic antibiotic agent، ما عنده anti-inflammatory effects when you compare with other anti-non-steroid inflammatory. هو يعني باراسيتامول not classified as non-steroid inflammatory لأنه ما عنده anti-inflammatory effects، هو عنده antibiotic analgesic effects وهو non-opioid. one of the commonly prescribed agents. بيعمل inhibition للCNS prostaglandin synthesis، يقول إنه هو inhibitor للCoX-3. حقول إنه CoX-1 وCoX-2 وCoX-3. CoX-3 بيعمل inhibition by paracetamol. ما عنده gastric ulcer effects، ما عنده platelet side effects اللي جيناها موجودة في الأذر non-insulin inflammatory. orally بديه well absorbed. البيك بلازما concentration تصل بعد 30 ل 60 دقيقة. الhalf life بتاعت الparacetamol 9 ل 4 ساعات. الparacetamol طبعا بيحصل له metabolism في الليفر، بيحصل له بعدها conjugation and by junifolide conjugation and sulfate conjugation. في therapeutic dose عنده very few and uncommon adverse effect، أكثر حاجة بنخاف منها بعض allergic skin reaction. بنخاف في حالة واحدة، بنخاف في حالة overdose. في حالة overdose بنلقى إنه الباراسيتامول بدينا toxic metabolite that can cause hepatotoxicity، والhepatotoxicity induce باراسيتامول induce hepatotoxicity بنعالج بحاجة اسمها الانستايل سيستين. والتوكسيك دوز هي اكثر من 8 جرام في الادلت، اكثر من 8 جرام في الادلت. طيب يبقى السؤال، اذا كان دي كلها عوائل من النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، شفنا كل اكزامبل، شفنا الاسبرين كعائله منفصله، شفنا النون اسيتايليتد سالسيليتس، بعدك مسكنا على الكوكس انهيبيتر زي السيلكوكسيب والميوكسيكام فاميلي، واخذنا زي 6 اكزامبل من النون ستيرويدال انفلاماتوري، ومرينا اخر حاجه على الباراسيتامول او الاسيتامينوفين. يبقى السؤال، انا اختياري للنون ستيرويد الانتي انفلاماتوري بيعتمد على شنو؟ The choice of non-steroid inflammatory. زي ما ذكرت قبل انه all non-steroid anti inflammatory including aspirin عندهم equal efficiency، عندهم equal efficacy with fewer exceptions. يعني for example عندنا التورميدين، التورميدين في الجاو اللي جوه ما effective at all. الاسبرين less effective، لكن لما نجي نجاو نلقى انه اكثر حاجه هي effective هي الاندوميسازين. تمام، دي بيختلف على حسب الكلينيك، يعني لو جالي زول بيجاوت يعني ما الجا للاسبرين يعني ما الجا للاندوميسازين، لكن ما الجا لبعض الادويه زي التورميدين. بيختلفوا اختيار الاساسي للنون ستيرويد انفلاماتوري بيعتمد غير الكلينيكال انديكيشن، بيعتمد على التوكسيسيتي والكوست افكتيفنس. فور اكزامبل الاندوميسازين والتورميدين لقوا انهم عندهم جريت توكسيسيتي اجينست جي اي، الاسبرين والايبيبروفين والنابروكسين لو الناس متذكره هي ليست توكسيك وان يو كومبير وذ ذس. في حاله الرينال انسفيشنسي، في حاله اذا كان عندك رينال بروبلم، ذا بيتر تشويز عشان تبلع من الرينال بروبلم تستخدم النون اسيتايليتد سالسيليت، لانه زي ما قلنا ما بيأثر عليها. الدوكليفيناك والسورينداك عندهم افكت على الليفر فانكشنز، عشان كده اذا كان زول عنده هيباتوكسيسيتي ما تلجأ تستخدم الدوكليفيناك، ما تلجأ تستخدم السورينداك لانه هو ممكن يزيد من الليفر توكسيسيتي. ناخذ في بالنا عمليه الكوست فالاكسبنسيف، يعني بلقى الكوكس انهيبيتر selective cox2 inhibitor زي الكوكسيب هي عائله غالي جدا، ما بنلجا للجاريه الا نيد انديكيشنز انه نمنع الافكت على الجي اي كثير، لكن اذا كان فور اكوت كوزز يمكن تستخدم ادويه مور تشيب. لكن خطوه ان الكوكس عندها higher risk of cardiovascular toxicity، عشان كده if you want choice you need to take a balance between efficacy between the cost effectiveness between the safety and number of personal factors. لا تخطوه ان عامل الافكاسي، عامل السيفتي، عامل البالانس اللي هو الكوست كوست افكتيفنس، بالاضافه نمبر اوف بيرسونال فاكتورز. اول شيء مثلا دراجز اولس بينج يوزد، يعني هل استخدموا قبل كده مثلا كونكرنت انز زي النيفروتوكسيسيتي زي الهيباتوكسيسيتي. الكومبلاينس مهم جدا، يعني مثلا زي ما قبل شفنا البايروكسيكا بتاخذ مره واحده في اليوم وده عنده جود كومبلاينس وان كومبير اذر. الميديكال انشورنس كفرج ودي بيجينا في حته الكوست افكتيفنس. بكده انتهينا محاضره اليوم، اتمنى انها تكون واضحه ان شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله يا رب.